لو الحكاية فيها إن فيجو في بداية عرف من نفسك؟ اسمي عماد بدر، كهربائي سيارات شارع معروف. عم عماد، عايز تكلمني بس عن المروحة، ازاي احنا نحافظ على المروحة بتاعت العربية، وافضل انواع المراوح اللي احنا ممكن نجيبها لعربيتنا؟ ما بالنسبة هتحافظ ازاي على المروحة؟ هتحافظ ازاي على المروحة ان انت بتركب تربوسات مثلا عالي يشتغل فترة قصيرة ويفسد، يشتغل فترة قصيرة ويفسد، بس هو انت تحافظ عليها كده، لكن انت مش بايدك اي حاجة تاني. بالنسبة لل الفترة دي اللي هي قد ايه بالظبط؟ الفترة دي بتاخد ثواني، بتاخد مثلا قول مثلا بكتير قوي 5 دقايق المروحة بتفضل شغالة، واخدلي بالك؟ بس لما بتيجي مثلا تشتغل مع التكييف، طبعا لما بتيجي تشتغل مع التكييف بتشتغل فترة التكييف، اما الكمبروسر بيفضل شغال، يفضل لغاية الفترة الكمبروسر ما يفضل شغال وبعدين يفصل لما بيفصل الكمبروسر، واخد بالك؟ بالنسبة لحاجة تاني، بالنسبة بقى للأحسن أنواع المراوح اللي هي مثلا للفيات الماريلي، ده أحسن نوع مثلا، الفيات الماريلي الماريلي اللي هو الإيطالي، واخد بالك؟ طبعا الصيني والكلام ده كله ما بيقعدش، ما بيستمرش في كل حاجة بقى، واخد بالك؟ بالنسبة للكوري بيبقى اللي هو الكوري الأصلي الجي إم، بالنسبة مثلا للمرسيدس اللي هو البوش الألماني، مش البوش الصيني، ممكن بوش أسباني ماشي، لكن الصيني طبعا برضو إيه، ما بيطولش. بالنسبة مثلا للكوري قلنا الجي إم، بالنسبة للياباني المروحة الياباني الأصلي تبقى أفضل طبعا، اللي هي من كل مثلا عربية مثلا الهونداي التويوتا بتبقى مروحة مكتوب، بتبقى العلبة مكتوب عليها تويوتا وهي مكتوب عليها مدموغة تويوتا، تويوتا ميد إن جابان. بالنسبة مثلا لو عربية ياباني إيه تاني، بس هو تويوتا مفيش حاجة تاني.